بعد حمى لحظي ايه؟ نسمة نسمة، مو معقول تفقيني كل يوم قبل الشحادة وبنتها؟ بكرة بترحل تحت عيني بالملة تجعني تبختي رعبكي. همة نشاط حيوية. أنا آسفة. شكله رح ينقلوا قبل ما ينملوا تجاعي. شبكي شبكي ميدون. ما في شيء، ساوي لي مستفق بلاك بليز. معلش تقبريني تحمليها، والله اللي صار معها مو قليل. يعني وحدة فجأة هيك فاقت بيوم وليلة خسرانة كل شيء. بتعرفي؟ وحدة غيرها كانت صفية مشفى المجانين. بتقوم بتقلي اعملي لي نسكافيه بلاك. لبوني شبنا، والله ميديا ما قصرت مع حدا. تذكري يعني يمكن البنت ما عم تستوعب الفكرة، هيك فجأة خسرت سيارتها وفيلتها وشغالتها. لا وفوق هذا كله رجعت وتسكن بنفس الغرفة ومع مين؟ مع نسمة. لك الله يبعث له حمى لجو، الله يقصف عمره. روقي لبون، روقي. معلش حبيبتي، كلياتنا لازم نتحملها الميديا، يعني على القليلة نتمر هالأزمة. ايه بس هي معاملتها لقلي غير شكل. كيف يعني؟ شو كيف يعني؟ يعني انا الوحيدة اللي مستقصدتني، لسه كل شوي لبنى ردي على التليفون، لبنى قولي لهم نايمة، لبنى جيبي لي نسكافيه، لبنى 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 افتحي الباب. ها سمعتي؟ صدقتيني هلا؟